مرحبا يا جماعة، هاي حلقة نكت سخيفة من نحو تي في. طبعا قبل ما يبلش الفيديو في عنا تحدي إلكم. التحدي بكل بساطة انك تمسك كاميرا تليفونك وتحكي اي نكتة سخيفة لأبوك اخوك صاحبك ما بتفرق، ولقلكم هاي فيديو بالخطوات بقول لك بالضبط ايش لازم تسوي. مصطفى مصطفى اسمع 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 هالنكتة، اسمع هالنكتة كثير حلو. بيحكي لك في مصور، شو بدك انت ليش عم بصور هلا؟ اسمع النكتة بعدين بتعرف شو بصور. بيحكي لك في مضيف طيران سألت واحد بدك تشيكن اور بيف، حكالها بدي ماندي. اجى جنبه بيحكي له لك يا هبه بتسألك بدك دجاج ولا لحمة؟ حكاله بدي ماندي. مش ماندي معناها الاثنين بالانجليزي؟ اسمع روح من هون لاجي اشفطك كف هسه انت والماندي تبعك. زي ما شفتوا الخطوات كتير سهلة وبسيطة وما بدها إشي، والفائز معنا بأسخف نكتة وأحلى رياكشن. شو بربح معنا يا مصطفى؟ احكي لهم. بربح معنا نحو تي في باكج مقدمة من رويال ديزاينز، وغير هيك رح نسوي توب 5 فيديو لأحلى لقطات شفناها منكم. بس غير هيك استمتعوا، يلا بيس شليم. مرحبا، كيف حالكم؟ بحكي لكم نكتة. بحكي لكم نكتة؟ ما بدنا نسمعها. ليه؟ طيب، مرة واحد شد حيله انقطع به. طيب احكي لكم نكتة كمان مرة. لا، مرة واحد شد حيله انقطع. بدي ايس سوفيا. دابة دابة قلت له روح منا. في مرة واحد راح على سوبر ماركت حكى له عندك سكر؟ حكى له اه، حكى له احنا كمان. طب هسه قول لي، بس بدي اسالك سؤال وانت تجاوبني عليه. من 1 ل 10 قد ايه بتستنت حلو؟ انا صراحه بعطيها 9.5. 9.5 تمام. هسه انا بتقديري لك بعطيها 9، فانا بشكرك عليها حبيبي. وكل راسي والله راسي. شكرا. مره واحد مدرس رياضه خلف 2 استنتج الثالث. مدرس رياضيات خلف 2 استنتج الثالث. فكرت هكي مرة واحد ماشي هيك زينا كمان ماشي، شاف واحد ماشي فقال له يلا نروح نمشي مع بعض. قال له ماشي. طيب أنا أحكي لك شغلة. مرة واحد تمام أنجز والثاني عليك. بدي أحكي لكم نكتة على السريع، بقدر ولا ما بقدر؟ طيب، مرة واحد نط من طابق الخامس تمام مات فحرم يعيدها. كياها؟ لا والله الصراحة ما عندها شك. طيب هي في واحد محشش وقفت الشرطة حكت له اركب، حكى لهم لا شكرا البيت قريب. حلو حلو حلو. الله يجبر بخاطركم. شكرا. عراسي والله. سلام. ليش 80 نشيطة؟ رقم 80 نشيط. عشان بتعمل 80. ايه؟ عشان بتعمل 80. لا لا لا، عشان بتعمل تمارين الصباح. كيفك؟ فاضي بس دقيقتين؟ لشوف. بدي احكي لك نكتة بتجنن، هسا حكوا لي يا الشباب وقعت على بطني من الضحك. ماشي احكي. مرة واحد واقف على الإشارة ليش؟ ليه؟ عشان حمراء. عياط الله كانت حمراء. طيب اقول لك واحده ثانيه. مره واحد اسمه ياسر وصاحبه اسمه احمد. حلوه حلوه. تجنن صح؟ كثير. اوكي، مره واحد محشش اشترك بمسابقه اسرع رسمه، رسم نقطه وحكى لهم هذا الفيل جاي من بعيد. مو حلوه؟ انت اللي محشش اللي شفت النقطه. اه انت جاي من بعيد. لا لا بس هي هيك النكته. انت بتدرس؟
نكتنجي. نكتنجي. طب يلا عندك محاضرة. هي محاضرتها على 12:30 فمعي 7 دقائق. دقيقتين بدك تركض هلا. طيب اللي جاي من بعيد صح؟ يعني عجبتك يعني. طيب اسمع، تعرفت على واحد هلا حكى لي نكته كثير حلوه، احكي لك اياها. احكي لنا اياها. مره واحد حب طحنوه. في مره واحد حب طحنوه. ماشي طيب شكرا لك. لا تعال يعني بالله عليك يعني. في مره واحد احول مات ابوه دفن امه. مطلوب خلصت. هيك خلاص يعني. طب احكي لك واحده ثانيه. مرة واحد أحول راح يجيب أبوه من المطار. أنت بتشغل على الحوار. خلينا أحكي لك إياها مش مشكلة. مرة واحد أحول راح يجيب أبوه من المطار، حمل أبوه وبس الشنطة. ممتاز. مرة واحد بحب يركض، بركض ما بحبه. مش عارف. شو رأيك فيها؟ بدك الصراحة. شو رايك فيها؟ مره واحد لف دوار انطعج. منيح مبروك حبيبي الله يبارك فيك. ما انا شو دخلني هو؟ ابو انا شو دخلني جيت نكرت علي باين. مره واحد اشر لتاكسي حبه بطاطا نفس المبدا، ازلخ من هيك ولا مبدا صح؟ في منه الحكي. مره واحد رجع في كلامه، مرة واحد رجع في كلامه صدم اللي وراه. شكل عجبتك كثير. قاضم اللي جنبك روح. في مرة صرصير عم بيلعبوا كرة ومعهم صرصورة. ليش؟ ليه؟ لاعب أجنبي. مزح معك بشكل خفيف معك. لا كاميرا. معك كاميرا خفيه بالاخير. انت مش كل ساعه اللقطه على راسي حبيب قلبي. في اسم شو الثاني عليك؟ لا بصور. بدي اصور رد الفعل. لحظات جميله لك انت. هذا حطه على اليوتيوب هذا. ايوه بالضبط. انت في مشكله؟ لا لا ولا حبيب قلبي. اضحك خاوة. اضحك خلص يا ريت. بمزح معك يا جماعه. في كاميرا خفيه طلعوا. يا ضحك. بمزح معك كاميرا خفيه. اوكي. اوكي. حبيبي على راسي مزح معك في كاميرا خفية. والله انا قاعد بتطلع عليها شوف. طيب اللي كنتوا تاكلوا. ايوه بالضبط. طيب مزح معك بس في كاميرا خفية هناك. اي هناك عند الشاب عم نعمل بس نكت بايخة ونشوف شو رد فعل الناس. طيب في كاميرا خفية هناك، في كاميرا خفية هناك. حلو حلو رياكتك. طيب بمزح معك في كاميرا خفية ونطلع. وهيك يا جماعة خلص الفيديو، إن شاء الله يكون انسنبت أنكم فيه. جماعة كثير متحمسين نشوف فيديوهاتكم معكم. لو واحد خمس تبعتولنا إياه. اسمعوا بالله عليكم اتزانخوا اتزانخوا، كونوا زنخين كونوا زنخين.